ادرسها وعمال افكرك ايه اللي حصل وبتطور الامور. اسمحوا لي اخد راي استاذنا الاستاذ عادل حموده في الفيلم اللي حضرتك شايفه. اولا لازم انا وانت نتضامن في توجيه التحيه للاستاذ هشام علام. طبعا بالقطع. يعني هذا عمل محترف وعمل يكفي انه يجيب لنا صحفي محترف وصحفي لامع وصحفي نجم في زمن اصبحت فيه الصحافه مجرد اراء بتتكتب اعتباط. فشكرا جزيلا لك. الاعتبارات اللي انا حقيقه حسيتها، واحد ان التطور التكنولوجي الحادث في العالم، الكمبيوترات والسيديهات والتيرا والحاجات دي كلها سهلت عمليه تهريب الوثائق، فما عادش حد امن في اخفاء حقيقه، لا حكام فاسدين ولا تجار اعراض ولا تجار مخدرات ولا تحالف بين سلطة وثروة، الكل مفضوح. إذن الرسالة الأولى اللي لسه ما اتفضحش عليه انه ينتبه. عايز اقول لحضرتك تعليق بسيط جدا، ان طبقا للإحصاءات اللي عملوها فريق الاستقصاء اكتشف ان بداية من 2009 بدأت الظاهرة في 2007 ولكن من 2009 كانت قوية جدا، انخفاض ملحوظ للغاية واغلاق كبير جدا للشركات، صح ولا لا؟ صحيح. ان طبقا للدراسات والناشرين الرسمي البياني ان الشركات اللي كانت فاتحه مع الشركات البنميه بدات تقفل. اذا اول كله بدا يخبي اوراقه. اول رساله عندنا هي دي، ان التطور التكنولوجي والقدره على الحصول على المعلومات اصبح مباح جدا بحيث ان مفيش سر في الفساد. وخلي بالك ان في وقت من الاوقات كانت الحسابات السريه في سويسرا هي المرتع الامن، الى ان حصل انكشاف كبير جدا لهذه الحسابات وبدأت سويسرا نفسها تتحفظ في وضع أموال ترى أنها أموال غير شرعية. اتقفلت الخيمة السويسرية واتفتحت الخيمة اللي هي الخاصة بالأوفشور. خيمة الأوفشور دلوقتي بقت في الهواء وطارت وبقت مجرد عصيان في الهواء. إذن هذه أول رسالة الحقيقة بيقولها لنا هذا التحقيق الاستقصائي الهائل. النقطة الثانية ان بالقطع هذا الكلام لا يجب ان يمر. هذا الكلام هو عبارة عن حاجة مهمة جدا يجب ان تتلقفها بسعادة هائلة اجهزة الدولة المسؤولة عن ذلك. عايز اقول لحضرتك كده دلوقتي في خبر اعادة استدعاء جمال وعلاء مبارك للتحقيقات. إذن ده على خلفية هذه الوثائق الجديدة. يبقى حلو جدا. لأن الوثائق دي يا هشام احنا ما بنقدمهاش لحد. ما بتقدمهاش لحد. احنا ما بتعملش كل الصحفيين بينشروا في جرايدهم وصحفهم. ما بتعملش مع أجهزة الدولة، احنا بنتعامل مع جمهور فقط. هنا دي حاجة الخبر، إذن ده بيؤكد الرسالة الثانية اللي يجب أن نطلع منها في ده. هنا بقى يجب أن يكون هناك تحقيق حقيقي، وأنه يجب أن تكون من الوسائل الطبيعية اللي يجب أن تخلي هذه العيلة التي حكمت مصر 30 سنة، هذه العيلة يجب أن ترجع جزء من الفلوس أو ترجع الفلوس. والرقم الكبير اللي اتقال، يعني أنا كنت في رحلة من حوالي شهرين في أمريكا وقعدت مع واحد من الناس المسؤولين في الأمم المتحدة عن غسيل الأموال، بيقدر حجم الأموال المهربة من العالم الثالث إلى 300 مليار دولار. ده العالم الثالث كله. منهم احنا لينا رقم كبير على فكره، بيوصل ل 150 130، بعضهم شرعي ولكن جزء كبير جدا منهم غير شرعي. ولكن انت تخيل، حتى هو كان هناك اقتراح بانه ايه؟ يا جماعه رجعوا جزء من الفلوس دي وخدوا جزء من الفلوس دي حتى، يعني ده كان حتى كان مسؤول الامم المتحده. لما تقول ان انا عندي هذه الاموال وهذه المستندات تخص نصف حجم التجاره الدوليه وثلث ثروات العالم، يبقى انا قدام الحقيقه. ويقول كده خبراء. نهب كبير جدا. قال لك انت قدام نص تجاره العالم. ده صحيح. يعني الشركه دي قدمت لكم مستندات تثبت ان نص تجاره العالم وثلث ثروات العالم بتمر عبرها رايح جاي كده في دايره لا عليها ضرايب ولا حد بيعرف يمسكها ولا حد عارف رايحه فين ولا جايه منين. طبعا. خلي بالك انه سقوط الاتحاد السوفيتي اخرج مما يمكن وصفه بالعصابات التي باعت القطاع العام في سويسرا، عصابات الدعارة، عصابات الاموال، الحاجات دي كلها اصبحت سلاح. كل ده اصبح طرف في القصة دي. لكن انا في الحقيقة يعني شايف انه يمكن كشف جمال مبارك في شركة واحدة لا يعني في الحقيقة انه كان اكثر ثراء او اكثر
قدرة على العمل في هذا المجال من جمال مبارك. فاعتقاد أنا أن جمال مبارك علاء يعني علاء التحقيق بيتكلم على علاء. ربما يتصادف أن الوثائق اللي طلعت على علاء جمال علاء مبارك. لكن أنا فأعتقد أن العقل الحقيقي العقل الاقتصادي المفكر والمدبر لعائلة مبارك هو جمال مبارك. ولازم نعترف أن جمال مبارك متعلم كويس بنوك وشاطر في البنوك واشتغل في بنك في أمريكا سنين طويلة وأسس زي ما قلت لحضرتك بوليون في سنة 96 وطلعت من بوليون عشرات الشركات زي ما التحقيق قال لإخفاء المعلومات وجزء منها راح إلى شركات الأوفشور. أنا بقى عايز أقول لحضرتك أن علاء خبرته أسبق من خبرة جمال لأن علاء فور تخرجه من الجامعة الأمريكية راح أخذ تريننج في تشيز أوف مانهاتن في أمريكا وبعدين هو كان بيتعالج أصيب كان عنده مشكلة في ظهره وقعد هناك فترة قبل ما يعود يتزوج وخلال الفترة دي أخذ أكثر من كورس لإدارة الأموال والبورصات وكان سباق يعني الشركة بتاعته اللي احنا بنتكلم عنها دي تأسيس 93 وهو سافر لأمريكا تقريبا 91 فهو خبرته وهو كمان بانكر محترم يعني فخبرته أكبر وأسبق من خبرة جمال. يعني أنت لا توجه اتهام ولكنك أنت بتكشف أوراق بنكشف ما كشفت عنه الوثائق فقط احنا لا ندين أي شخص وممكن جدا بالظبط كده ممكن أي واحد فيهم يجي يثبت أن الكلام ده كله عن طريق التجارة الشرعية وأنا بستغل حاجة قانونية دولية ومحدش ليه عندي حاجة بالظبط أنا ما سرقتش منك حاجة بالظبط لأن أنت ما عندكش إثبات بشكل او باخر وانا اتفضل ادي اوراقي اهي وادي كذا. هل من حق وانتوا بتبصوا في الورق ده كله انا شايف ان بدات برلمانات تتكلم وبدات برلمانات ترد وبدات روسيا ما الدنيا ولا عندنا حاجه اكبر في ايسلندا رئيس وزراء ايسلندا وفي يعني يعني في مطالب قويه جدا بانه يتقدم باستقلال الارجنتين والارجنتين نفس الشيء وعندنا في البرازيل يعني عندنا في يعني في مساءله في هو ده داء سياسي في العالم كله داء سياسي يعني على ما يبدو ده سياسي اللي يقعد على الكرسي لازم يبقى عنده اوفشور يعني نفوذ استغلال النفوذ رشاوه او حاجه شغلانه معديه 10 يعني مليون دولار هنا 15 مليون هل دولار تعتقد هنا؟ هل تعتقد ان الثروه بتاعت جمال او عائله مبارك هي مصدرها ايه؟ هل مصدرها جزء من العمل مع رجال اعمال لقيناهم كان في يوم من الايام مديونين بمليارات اصبحوا اثرياء جدا؟ هل مصدرها بعض الحكام العرب زي مثلا القذافي كان بيدي فلوس لمبارك او لعيلته او مثلا يعني مصدر هذه الثروه الكبيره تفتكر ايه؟ انا بحب لما اتكلم على حاجه انا متاكد منها تماما فانا ما اقدرش اخمن ولكن انا هتكلم على حاجات قضايا نظرها قضايا مصر وتكون قضيه القصور الرئاسيه وادينوا فيها والقضاء الزمهم برد حوالي 125 مليون جهاز حد يلعبك ويقول لك بس يا ابنك له ومفيش الكلام ده ويخفوا شويه حاجات مش هيقدروا لانه ممكن ده مالتي ناشونالز دول متعددين زي ما انت بتقول بس كل ممكن هيتحرك اذا حد قفل في اجازه هتخش تركن حاجات. امريكا اخبارها ايه معاكم؟ امريكا في شخصيات رجال اعمال وسياسيين كتير وهيتم خلال الايام الجايه هيتم النشر عن اسماء مهمه جدا جدا من ضمنهم نائب رئيس امريكي سابق صحيح ده ركب الوزه خلاص ده صحيح طيب ده واضح اصلا ممكن ده بالذات انا مستنيه كلنا مستنيين كلنا مستنيين طبعاً مش عارف عنده شركه مش عارف برضه مش عارف لسه لما يتحقق يعني مش لما يتحقق هو مرتبط طبعا بشركه كبيره في الشرق الاوسط طبعاً. امريكا اللاتينيه اخبارها ايه؟ ده معظم الليكس جاء عن امريكا اللاتينيه طبعا معظمها احنا عندنا الارجنتين وعندنا البرازيل وعندنا اورجواي يعني وعندنا تيم قوي جدا هناك يعني في هي ال ال مساحة غسل الأموال وتحريك الأموال في أمريكا اللاتينية رهيبة جدا 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 بتفرقوا ما بين عمليات غسيل الأموال مركزين على إيه؟ أنتم مركزين على الشخصيات السياسية اللي في السلطة التي استغلت مكانها واللي عندها ثروات رهيبة جدا سواء الأب أو الابن أو المسؤول سابق أو حالي. طب إيه بقى الأسماء الأخرى التانية؟ الشركات انت كلمتني عن اكثر من 20 الف شركه تقريبا 214 الف شركه نعم بص احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك في الاول عندنا البيبس اللي هم الاشخاص ذوي الحيثيه او ذوي الحيثيه السياسيه وعندنا المشاهير يعني عندنا ليو ميسي عندنا جاكي شان عندنا كمان أميتاب باتشان عندنا اسماء لطيفه جدا دول اللي هم بيحاولوا يهربوا من دولهم وفي مشاهير في الشرق الاوسط في مشاهير في الشرق الاوسط وفي مصر مشاهير كمان في رجال مجتمع في مصر كتير ومطربين لا فنانين لا فنانين غلابة حتى الان لا
فده شخص كل تهمته هو ان هو بيتهرب من دفع الضرائب، فدا بتسعى حكوماته للحصول على اسمه ويدفعوا الضرائب والدنيا بتمشي زي الفل. بتعدي، لان هو الاوفشور اصلا هو ان انت بتحط كل ممتلكاتك في شركه وتخفي هذه الممتلكات وتصبح هذه الممتلكات من حق باسم الشركه، وبيدير هذه الشركه الاوفشور يا محامي يا محاسب او يا شركه مقابل مبلغ سنوي بيتصرف. وعلشان يتفرق دمه برضه مره ثانيه بين القبائل، لما بنيجي نحط شركه بنحط ليها مجموعه دايركتورز، مجموعه مدراء، المدراء دول بيتم تبديلهم وليكن كل اسبوع او كل ست شهور، ما تقدرش توصل لاي حد. وتيجي تبص في الدوكيومنتس ما تلاقيش اسم مؤسس اسامي الشركات باستمرار. يعني في جزء مثلا في القضيه بتاعتنا هنا ان في التحقيقات علاء ذكر ان هو بيمتلك الشركه، يعني ده مش كشف ان هو بيمتلك الشركه، هو قال ان هو عنده اسهم في الشركه. الكلام ده كان في 2011، احنا في 2014 2015 لما جرت المراسلات ما بين السلطات في جزر العذراء البريطانيه وما بين شركه موساك فونسيك، عايزين نعرف الشركه اللي موجوده عندنا دي، يعني شركه علاء قال في التحقيقات ان انا عندي اسهم في الشركه دي، فجهات التحقيق في مصر راحت تسال جزر العذراء، جزر العذراء لقيت الشركه عندها في السجلات، مين اللي مسجلها؟ موساك فونسيكا. تعالوا احكوا لنا ايه حكايه الشركه دي، مين يملكها؟ قالوا طب ادونا شويه وقت. فراحت موساك فونسيكا تدور على الراجل او الشركه اللي جت سجلت عندها، اللي سجلتها لها اسمها كريدي سويس تراست، دي شركه نابعه عن بنك كريدي سويس. انتوا جبتوا لنا الشركه دي ما نعرفش عنها اي حاجه من 93 لحد 2014 ما يعرفوش عنها اي حاجه. وتم تغريم هذه الشركه 37,500 دولار اللي هي فونسكا اتغرمت 37,500 دولار بالظبط، بسبب ان هي سمحت بانشاء هذه الشركه من غير ما تعمل عنها ديو ديليجنس، من غير ما تعمل عنها تحقيق، عملوا لهم عقوبه واعترفوا ان هم فعلا ما حققوش في اصول هذه الشركه. واللطيف ان هي موساك فونسيكا بعد ما دفعت العقوبه بعتت الفاتوره للشركه عشان تردوها لها تاني، لا ماليش دعوه ده شغلك انت. يعني هو نوع من القضاء. هل تعتقد ان على السلطات المصريه، وده سؤال لحضرتك كمان، على السلطات المصريه انها تتحقق من، مش من الشركة نفسها، خلاص الشركة معلنة وموجودة وراجل اعترف بيها، تتحقق من مصادر الثروة اللي دخلت في هذه الشركات؟ هو العالم كله بيبص دلوقتي للأوفشور. الأوفشور شيء قانوني جدا، ولكن هو شيء قانوني لاستخدامه في أوقات معينة. إنما أنا النهاردة لما اكتشف أن حضرتك عندك 100 مليون في هذه الشركة أو في شركة بتتحرك وعرفت الأصول بتاعتك وهي دي، وأنا أعلم جيدا أن دخلك كبيرك تلعب في 2-3 مليون. طب ال 100 مليون دول اجوا منين؟ العالم سيبدا في تطبيق قانون من اين لك هذا قريبا جدا. ولازم يبدا يطبق من اين لك هذا قريبا جدا. هيدفع الضرائب على الاقل. هو بس سؤال، تهرب من الضرائب يعني الاهم. ايه اللي يخلي ابناء رئيس جمهوريه طبعا يتهربوا من الضرائب؟ طيب اذا كان هذا ما يفعله من 93 تقريبا. طيب يعني دي بدايه الخطوات، يعني اذا كنت في التزام حقيقي انك عايز تدير او تطبق منظومه مكافحه فساد وشفافيه كنت طبقتها في بيتك. يعني هل والده ما كانش يعرف ان اولاده عندهم شركات في جزر النعيم الضريبي؟ اكيد كان عارف بدليل انه لما في الحوار مع اللي عملته احدى القنوات العربيه بعد 25 يناير قال انا ما عنديش غير كذا وكذا، لما سالوه عن اولاده قال ما لم يجب. يعني هو بمعنى انه كان يعلم ولكنه لا يريد ان هو يقول معلومات مش مظبوطه يعني. ولكن في الاول وفي الاخر انت مش امام قضيه خاصه بمصر فقط لا غير، انت امام قضيه خاصه بكل دول العالم. اللي احنا بنقدمه لكم في يوم بيوم وهنتابعه مع حضراتكم في الاشهر القادمه، واللي شاركت فيه النهار وقنوات النهار واللي شاركت فيه النهار اليوم طول الفتره الماضيه، هو بداية التحقيقات وبداية الخطوة الأولى في هذه التحقيقات أو تقديم هذه المستندات والأوراق والوثائق إلى الرأي العام، زي ما كل دول العالم هتقدم وثائقها بالأسماء وبالناس في كل دول العالم، عشان ما حدش يدخل يقول لي وانتوا سايبين لرئيس. أنا مالي، أنا بكلمك عن اللي عندي وبقول لك القضية العامة والاسماء مطروحه ومعلنه. وما انا مش هحاكم هو ولا بحاكم اللي عندي هنا. انا ما خرجتش على حضرتك النهارده عشان اعمل محاكمه، انا خرجت على حضرتك علشان اقول لك ان انت بتتناقش فيه بقالك 5 سنوات، فجاه هناك مستندات جديده ووثائق جديده قد تعيد التحقيقات في كل الاوراق وتقلب كل الموازين
مش في مصر فقط، امريكا، كندا، استراليا، فرنسا، المانيا، روسيا، كل حته، كل حتى ليبيا، الدول العربيه كلها من المحيط الى الخليج، القاره امريكا اللاتينيه بقت قاره كامله. ده وباء. نعم وباء. افريقيا كلها، ده في كلام عن دول افريقيه هنا، يعني الكلام بتاع شركه البترول الافريقيه اللي عملت شركه اوف شور للتهرب من ضريبه على حقل بترول باعته ب 400 مليون دولار الضريبه، وعاملين عنها قصه خارجه من هذه الدوله الافريقيه. قال لك ان حوالين هذا الحقل وهذه المنطقه في ناس مش لاقيين يحطوهم على سرير ويدوا لهم حقنه، وان هذه الدوله وقفوا المحامين بتوعها امام القضاء الدولي علشان يحاولوا ياخدوا الضريبه. اوغندا. وما عرفوش 400 مليون دولار مش لاقيين يعالجوا. احنا كمان ما في ناس كتيره جدا عملت هنا خصخصه بالمليارات وباعت لشركات اجنبيه وشركات متعدده الجنسيات وما دفعوش ضرائب. ده صحيح. يعني اذا هذا هو التناقض الاساسي اللي احنا بنعاني حتى منه في مصر. ثروات هائله جدا جرى خصخصتها، بيعت لشركات متعدده الجنسيات للخارج، الفلوس راحت استثمارات خارجيه، واحنا قعدنا هنا بكل مشاكلنا مع نقص الاموال ومشاكل التعليم والصحه الى اخره. يعني احنا عندنا كمان مشكله رهيبه جدا فيما يخص استرداد الاموال، او خلينا نكون بقى دقيقين جدا، هي اسمها استرداد الاصول. لان الناس كلها ملهيه فيما يسمى استرداد الاموال، فبيدوروا على الفلوس اللي موجوده في البنوك. يعني احنا بنتكلم على بيت مملوك لعلاء مبارك، احنا معانا دوكيمنت دلوقتي بتاكد ان البيت ده مملوك لعلاء مبارك. اوكي، البيت قيمته 10 مليون جنيه استرليني، انت بتتكلم في مليار جنيه واكتر. ده بيت، مجرد بيت، وده كشفنا عنه بالصدفه. يعني ده اللي في لندن ولا في هنا؟ ده اللي في لندن. ايوه، بس ممكن علاء مبارك يثبت ان هو جابه ببزنس، عمل بزنس، عمل شغل. ممتاز. احنا دلوقتي معانا الممتلكات اللي اقر بيها في التحقيقات ما كانش فيها البيت ده. انا في الاخر انا ما بتهمش شخص، انا بقارن اقوالك بما وجدته. اللي هيقارن ويفصل هي جت التحقيق لو عايزه تفتح تحقيق، انما انا مش دوري. انا بس بقول لك انا وجدت ايه وانت قلت ايه. المطابقه والمناظره دي دور جهات تانية. عشان كده انا رايي انه طبعا زي ما هشام بيقول ان عمليه استرداد الاموال او الاصول عمليه صعبه جدا، لانه اولا هذه الاصول وهذه الاموال اصبحت جزء من ماكينه الاقتصاد في الدول بتاعتها. طبعا ادي واحد صعب التفريط فيها. اتنين، بتقول لك انك يجب انك تجيب لي حكم نهائي من محكمة انا اطمئن ليها، خلي بالك الشروط الصعبة، وانه الجزء اللي انت عايزه اللي موجود في الحساب عندي او في الاصل عندي هو مرتبط بالقضية اللي انت حكمت عليها. ما انت لازم تثبت له. ازاي هثبت له ازاي؟ طيب هقول لحضرتك على حاجة. دي نقطة. احنا عندنا اللي بيحكمنا في العملية دي هي الاتفاقية، اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. تمام، بتتيح في بعض الحالات الاستثنائيه انك تتجاوز عن الحصول على حكم نهائي بات. بس بسيطه، الموضوع بسيط جدا، بس احنا ما بنلجاش لده. انت ما بتدخلش في مفاوضات مع الدول اللي لديك بالاطار ده، ما بتجيش تقول له انا عندي، يعني هو كل واحد له مدخل. ما تجيش تقول له انا عاجز عن احداث اي تنميه اجتماعيه في بلدي بسبب الفلوس دي. خلاص مش عايز الفلوس دي، اديني تعويض. لا، او قول له اديني ايران. بالظبط، ايران عمرها ما حدث. اخبار ايران ايه في الطلعه دي؟ ايران فيها اسماء شويه كويسة الملالي جداً. وال في اسماء كويسه جدا طالعه من ايران، كتير كويسه جدا. اسماء يعني سمينه كده، دي كروم يعني 15 اسم، اسماء 15 اسم من الضاربين نعمه و في اسماء، في رجال اعمال وفي مقربين من دائره الحكم في ايران موجودين. اليابان احنا معانا صحيفه يابانيه، انا مش متذكر اسماء بس معانا في اليابان. انا عندي الصحف على فكره. انا فخور جدا ان اسمنا النهارده نازل في مجموعه من الصحف الدوليه اللي تم الاعلان ان دي الصحف ودي القنوات الاعلاميه التي عكفت على في الفتره الماضيه خلال سنه كامله مشاركه في هذا التحقيق الدولي. ده اهم تحقيق صحفي في تاريخ الصحافه في العالم. انتوا بتتكلموا عن الاف الاسماء جهات من كل دول العالم. ادي النهار، وادي اللوجو بتاع النهار في بدايه الاسماء اللي منشوره. وعايز اقول لكم انكم لو دخلتوا على هذه الصفحات اللي موجوده على فيسبوك وعلى نت هتلاقوا كنز من المعلومات. احنا هنتابع مع حضراتكم القضيه دي يعني دائما وبشكل مستمر، هنبدا نتابعها مع حضراتكم بشكل مستمر ودائما. عشان هل ممكن تجيب لنا الافلام التي ستعرض في الدول الاخرى واحنا هنعرضها هنا في يوم بيوم؟ يعني اكيد
كل دولة هتبدأ بقى تطلع التحقيق. احنا لينا الحق ده طبعا وهنعمل ده هنعمل ده. اه طبعا في اتفاق مع النهار ان احنا نعمل ده. عايز اقول حضرتك برضه على حاجه في المثل في الفيلم اللي احنا عملناه. يعني انا ما كانش ينفع ان انا اسافر كل الدول دي، انا سافرت بعضها، لكن في بعض الاماكن محتاج ان انا اسافر عشان اصور فوتج زي اللي احنا استعنا بيها. فده بيحصل نوع من التبادل، يعني لنا فريق في بنما بيروح يصور الماتيريال وانت بتصور هنا بالظبط وانا بصور هنا وبديله. هو ده برضه جزء من النتورك، فكمان شغله انا باخده وانشره، وشغلي ده بيتنشر بره في نفس التوقيت. فبالطبع طبعا دي قوه التحقيق على فكره، قوة تحقيق العالم كله بلغاته المختلفة بجنسياته بألوانه بتطلعاته بمستويات الاقتصادية كله بيشترك في قصة واحدة، والقصة بتقول أنه الفساد سيكشف سيكشف مهما طال، وأنه مجهود صحفي فردي أصبح غير مجدي. ما فيش غير صحيح. هو النتورك وفريق العمل صحيح. وكل ما يزيد كل أكبر. مرة بتقدر أنك أنت تحافظ على السرية. ربنا أنا اللي عجبني جدا وبدأت أدرسه أستاذ عادل هي ازاي فريق صحيح. العمل ده اتجمع واجتمع مره واثنين يعني كان من الطبيعي انه غير تسريبه باخرى او بأخرى. اي حد لو صحفي لو واحد فيهم لو واحد فيهم بس راح رمى معلومه هنا او هنا، دي ناس شغاله بقى لها سنه سنه وشويه. انت عارف كتير من الصحفيين يعني بيحبوا يتكلموا يعني طبعا يعني يقول لك عندي كذا وهنعمل ضربه كبيره واستنوا وحاجات كده، فان هم يفضلوا يصبروا كل ده ويدرسوا كل ده ويطلعوا بده هم حسوا باهميه الوثائق اللي تحتاجها. الحقيقه حاجه 11.5 مليون وثيقه. 11.5 مليون وثيقه نعم. وفرنطتهم كلهم ولا 11 ونص لا احنا اللي اشتغلنا عليه حتى الان كل اللي احنا اشتغلنا عليه ده يجي حوالي 1 من 10 من حجم الوثائق. يعني انت بتتكلم في 200 300 الف 1 من 10 بس؟ اه ولا 1%؟ واحد من 1 من 10 يعني 1000 ولا لا يعني احنا بنتكلم تقريبا لا اسف 1 من 100 واحد من 100 يعني حوالي 1000 وشويه وثيقه يعني. بالظبط احنا في اعداد ضخمه جدا جدا ويعني احنا انت عارف ان انت ممكن تقعدوا جدا مثلا 3 سنين 3 4 سنين في التحقيق ده بيحصل ايه؟ كل ما بيستجد عندنا حاجات انت شغال اليومين دول على حاجه جديده؟ طبعا من قبل نشر ده شغالين على الاجزاء الثانيه بقيه الشخصيات المصريه. المرة الجاية هيكون شخصية واحدة ولا هتروح مقدم مثلا 4 5؟ هنشوف ما تقول حاجة عشان انا عمال اشد فيك يمين واشد فيك شمال. ينفع كده؟ لا طبعا. انت فاكر احنا أول مرة اتقابلنا امتى؟ البيت بيتك 23 مارس 2006. 23 مارس 2006 كنت عامل أول تحقيق ليك، كنت شاب صغير جدا صحيح. في الصحافة ولبست دكتور ودخلت كشفت على الناس في القصر العيني واترفع عليا 3 قضايا وفضلت اتحاكم حوالي 9 شهور. وعملت التحقيق اللي اثبت فشل اداره القصر العيني صحيح. في الحفاظ على الناس، وانا اللي اتحكمت بدل الاداره. انت طبيعي لا اداره القصر العيني ما اتحكمتش، هو فعلا اللي حكم صح في انتحال شخصيه طبيعي. كل ما كنا نكشف قضيه فساد احنا نروح النيابه والتانيين يقعدوا يسقفوا علينا. لا ومنها تكدير الامن العام، يعني غير انتحال صفه طبيب وكذا وكذا، اول تهمه بتجي لك نشر معلومات خاطئه ونشر معلومات تكدير الامن العام وكل ده. من 2006 ل 2016 نعم عملت كام تحقيق قوي؟ شغال فيه؟ بتعمل ايه؟ من ابرز الموضوعات اللي عملتها كان بدايتها كان في موضوع عملته عن تلوث مياه الشرب في الحوامدية، ده كان في المصري اليوم في 2009 على ما اعتقد. اخذت عليه جايزه. اخذت عليه جايزه بالظبط، جايزه افضل تحقيق في العالم العربي في الوقت ده. وبعدين عملنا بعد كده تحقيق مهم جدا كان عن فتح السجون، عن اثبتنا كيف فتحت السجون وقت الثوره، وعن تورط عناصر من حماس وحزب الله في فتح سجن المرج بالتحديد. انا بتكلم عن سجن المرج بالتحديد مش عن بيت السجون، ما اعرفش بيت السجون حصل فيها ايه. وبعدين عملت السنه اللي فاتت تحقيق السيوس ليكس اتش اس بي سي، كنت ضمن 150 صحفي عالمي برضو عملوا التحقيق. اتش اس بي سي نزل منه 3 فروع في مجموعه البنوك اللي مكتوبه. نعم. اتش اس بي سي بالذات. نعم. ومجموعه بنوك اخرى كثيره ومكتوب اسمها في هذه بس خلينا بس عشان برضو ما نبقاش بنسوي سمعه السائل البنكي، احنا بنتكلم اتش اس بي سي في جنيف يعني مالناش دعوه بمصر. لا خالص بس خلينا وحتى على فكره خلينا نوضح للناس ان كل اسماء البنوك اللي مكتوبه ده ممارسه طبيعيه جدا انه يجي له العميل بتاعه يقول له لو سمحت خد ال 100 مليون دول وحولهم لي الى الشركه الفلانيه وتحول عن طريقهم او حول لي عن طريقك الى الشركه الفلانيه وهم يتحركوا ودي الشركه اللي هتعامل معاها في بنما. طبعا بس في جزء في اداره خاصه في معظم البنوك دلوقتي هي اسمها اداره الثروات. يعني انا عندي فلوس مش لازم اروح اديرها بنفسي، انا بستعين ببنك بيقدم لي بعض الخدمات سواء خدمات اداريه نصائح استشارات وهكذا، فده جزء منهم، ده قانوني تماما مفيش اي مشكله. بس عايز اقول لك ان دلوقتي البنوك السويسريه
ترفض تماما ان شخصيه، اي شخصيه سياسيه سواء كان وزير او الى اخره، انه يقدم اي مبالغ غير قادر على اثباتها مهما كان اثبات مصدرها. لازم طبعا. وبالتالي هي دي يمكن زي ما انا قلت انه ايه، انه كانت البنوك السويسريه لغايه يمكن السبعينات والثمانينات هي كانت الخيمه اللي بيجري فيها كل الفساد في العالم. ودلوقتي لا، دلوقتي لا، بيتحرروا تماما. وانا اعرف انه احد المسؤولين المصريين راح هناك ومعاه فلوس وشيكات، هم وقالوا لا، لان حجم الخسائر اللي خسروها بعد فضيحه السويس ليكس كانت رهيبه جدا جدا جدا، اثرت على النظام البنكي، هو ده راس مال الدوله. يعني سويسرا ما عندهاش صنعه غير صناعه البنوك، فلما تهز ثقه العملاء فيها انك ممكن حد يتوصل الى المعلومات، الى المنتج الوحيد اللي عندك هو السريه، اذا انت بلا منتج. قبل كده زي ما انا حكيت لك في اول الكلام، كانت صحيفه زود دويتشلاند عملت، جابت عن طريق مكتب من المكاتب الخاصه اللي بيكون فيها بعض هم رجال امن سابقين، وقدرت انها تدخل على البنوك وتطلع الحسابات الاساسيه بتاعت رجال الاعمال اللي موجودين في البنوك. ومن هنا بدا الكلام على الضرائب حتى على المستوى الداخل في المانيا، قضية كبيره جدا يعني. دي كانت قضيه كوميرس بانك اللي اتعملت بالظبط، اتعملت بدايه سنه، وقدروا بقى يطلعوا ده. صحيح. الحاجه الثانيه، انا بعد ما سبت قبرص رحت جنيف وتساءلت مع بعض الشخصيات المصريه المؤثره هناك كيف نسترد الاموال. قالوا ان في شركات متخصصه في انها ترجع لك الاموال، ولكن بتشترط حاجتين، لانه الاموال في سرعه شديده جدا، لدرجه ان انا قلت ان اي رجل اعمال او اي رجل سياسي في السجن معاه الموبايل بتاعنا ده اللي بالانترنت يقدر يحول فلوسه هو قاعد في الزنزانه، مش اي مشاكل يعني. قالوا انه الفتره الزمنيه لابد لا تزيد عن 15 يوم اللي يقدروا يتتبعوا الاموال بتتغير فين، وهياخدوا 25%. عشان كده احنا اكدنا قوي في التحقيق على ال 37 يوم بتوع بريطانيا، وركدنا قوي ان الشركه دي بتديرها، بتدار في اربع جزر كلها بتتبع التاج البريطاني. حتى في انتقادات جايه من اعضاء في مجلس العموم للحكومه البريطانيه، هي تعتبر بريطانيا في العالم خلال الشهر اللي جاي ده مش هيعمل 10-12 جلسه على هذه الوثائق على الاقل، وبما فيهم البرلمان المصري، وانه يجب ايضا سيناقش هذه الاشياء. هقرا لحضراتكم بعض التعليقات ومره اخرى علشان ما حدش يطلع ويقعد يتشنج لنا ويبعت لنا مش عارف مين، انتوا فين مصداقيتكم، انتوا ما بتقولوش اسماء الزعماء ليه؟ عايز اقول لحضراتكم ان هذه القضيه فيها كل دول العالم بالكامل، ما فيش دوله ما فيش فيها ورق خاص بناس او ورق خاص بقيادات او ورق خاص بوزراء او ولاد قيادات على الاطلاق. وده اللي بيبصوا فيه، اللي بيبصوا فيه هو هل ده بيستغل نفوذه ولا لا. وفي 214 الف شركه، من ضمنهم 10-15 الف شركه، 20 الف شركه انا ما اعرفش، انما في 180-200 الف شركه اخرى شغاله بشكل طبيعي جدا، ومن حقها انها تستخدم هذا الحق في ان يكون ليها اماكن بره، وناس من حقها تحط فلوسها وتستثمرها بره. طالما مش سارقها انا ماليش دعوه بيه، طالما لم يستغل الكرسي بتاعه انا ماليش دعوه بيه. وانا مش حكم، انا مش حكم، انا بقدم لحضراتكم كاعلام هذه الوثائق التي تم الحصول عليها وبيقدمها كل الاعلاميين في كل العالم الان. واحنا بنتكلم معظم برامج التوك شو اللي موجوده في العالم هتبدا تبص في الموضوع ده عن طريق مجموعات الاعلاميين دول. ولكن ايضا عندي بعض التعليقات، ان يعني الناس بتتكلم فيها، هل ممنوع تقول اسماء كذا مره اخرى؟ لا، مش ممنوع ان انا اقول اسماء، وقلنا الاسماء وكشفنا الاسماء، وتقدر تخش تجيب الاسماء، وقلت لكم هنتابع، وقلت لكم هنجيب الافلام بتاعه الدول الاخرى اللي بتقول فيها كل الزعماء موجودين. انما هل كل الزعماء حراميه؟ هل كل الزعماء، وانتوا بتتكلموني على دول الخليج وتقولوا كده، هل كل الزعماء في دول الخليج؟ طب هم مليارديرات اساسا وعندهم ملايين معلنه وبلايين معلنه، وليهم شركات بتستثمر لهم اموالهم، ومن حقهم يكونوا متواجدين في اي حته، لان هو لم يتهم بسرقه. فانا مش فاهم ايه الحدوته دي. اسمحوا لي في نهايه هذه الحلقه اخذ كلمات اخيره من استاذنا العزيز الاستاذ عادل حموده
عايز تعليقك الاخير زي ما انا عايز او تعليقك البدايه على نحن هنعلق بعد كده كتير على الموضوع، لكن انا عايز اكرر تاني انه لم تعد هناك فرصه لاي فاسد انه يامن بفساده. هذه قضيه هامه جدا، وبالتالي يجب انه الناس خاصه اللي موجودين في العالم الثالث من حكام او من رجال اعمال الى اخره، دول يجب في النهايه ان هم يلتزموا يعني الشرف والقانون، لانه في النهايه هيدفع الثمن، هيدفع الثمن حتى لو طال الزمن. صحيح. هشام تعليق اخير؟ انا تعليق مش هيكون على تحقيق، انا تعليق هيكون عن الصحفيين المصريين. احنا عندنا جيل من جيلي واصغر مني شويه طالعين مهتمين جدا بالصحافه الاستقصائيه وبيعملوا لون معين من الصحافه، اعتقد احنا كنا مفتقدينه الفتره اللي فاتت جدا، وبيتحاربوا كتير جدا. انا اتمنى انه يتم دعم هذا اللون من الصحافه من المؤسسات الصحفيه ومن مؤسسات الدوله، ان ترفع ايديها بعض الشيء عن ممارسه بعض الضغوط على بعض المؤسسات، لان البلد محتاجه ده، لان ده كله في الاخر بيصب في خانه واحده هي مصلحه البلد مش اكتر، ما حدش بيحارب بلده اكيد يعني. بشكركم. شكرا. شكرا يا هشام على وجودك. استاذي العزيز بشكرك على تشريفك. شكرا. بيوم. شرف ليا، والحقيقه يعني سعيد جدا بان انا بشارك في مثل هذه الحلقه، وسعيد جدا بالاستاذ هشام علام. الحقيقه حاجه تفرح يعني. ابدي اعجابي جدا. حاجه تفرح يعني. وانا سعيد ان احنا نلتقي الصحافه بخير بجد يعني. مره ثانيه عشان اتكلم معاك في تحقيق استقصائي انت عامله بيكسر الدنيا، بس المره دي ده بيكسر الدنيا بجد. بشكر حضراتكم على المتابعه. وعدناكم في بدايه هذه الحلقات في هذه القناه ان احنا نكون اعلاميين، ان احنا نقدم لكم معلومات، وان احنا نقدم لكم مواضيع مهمه جدا. وعدتكم قنوات النهار ان احنا نكون على قدر من الحرفية يضاهي كل القنوات في العالم كله. النهاردة انتم بتتفرجوا على برنامج في قناة محترفة زي البي بي سي وزي سي ان ان، العالم كله النهاردة يناقش هذه القضية، واحنا قمنا بدورنا وقدمناها لكم زي ما وعدناكم. هنتابع معاكم وهنتابع معاكم القضية دي، ونتمنى ان تقوم بقية الاجهزة في الدولة بدورها في متابعة هذه الوثائق زي ما كل الأجهزة في دول أخرى بدأت تتابع هذه الوثائق وبدأت تنظر وتفتح ملفات. وأعتقد أن احنا هنقعد فترة طويلة جدا نعيد فتح الملفات. نشوفكم بكرة يوم بيوم.